Kang Mutakhorijin mlebet wonten ing aula. Sumangga. Ila hadrat Nabi Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrat ikhwan Nabi Mustofa sallallahu alaihi wasallam. فيا أيها الراجون من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المستاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا من يطب وصاله يقعد دوما ناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد أشعر في بدر في الكون أشرا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم دي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد صل على رامنتك وسدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والعفا تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وجب من الشمس ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصل وسجل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعاده وما بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعاده وما للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وبحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام على
بك زينا الأنبياء السلام عليك السلام عليك زينا الأنبياء السلام Yeah.
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إني لزرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي على وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي على وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا يا يا سندي الله الله
تحفة البالي وخيرته عدل أهل الحال والحرم يا إمام الرسل يا سنني أنت باب الله معتمني أمين نهاية وآخرتي والقاسم وعبد الله
الكل ولالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قوي سلطانه الوالي البرهان الباب المسعود في الوجود كرمه وإنسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعدم سانه خلق الخلق لكمه وضع علي علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جعل به في أقدار الإسلام صلى الله عليه فأرسل إليه مشرف خلقه وأجل عبده رحمة علمت إرادة الإنسان يد بخلق هذا العبد المحبوب فانتشر انتشار شرف في عالم شهادة والغيوم صلى الله عليه فما جلاد الذي تكرم بالمنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من عذرة الإنسان صورة كاملة نظرا فيك للمحمود وتعذرا بوجود أكناف الوجود ودرست برد العالم بالتراث الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليك تجلى الحق في علم قدس الواسع تجلى انقضى بانتشار فضل في القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر افراده بتعداد ولا يمل التكرار بكثرة ترداد اللهم صل عليه من علم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان وما من سر تصل بقلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا القلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى جلال شرف الوجود بنوره غمر الكون بهجة وجمال قد ترقى في الحسن على مقام وتنا في مجده وتعالى أخذت العيون في ما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤوني وكمالا فسبحان الذي برز من حضرة الامتنان ما يجاز أن وصفه اللسان ويحار في تعكر معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك